بيلاتس سيرتيفيكيشن كورس. بيلاتس هو نظام تمرين متكامل بيساعد على تشغيل عضلات الجسم والجسم بطريقة سليمة ومفيدة لحياتنا اليومية. بالكورس رح نشوف أكيد نتوسع بالبيلاتس ورح نتعرف على جوزيف بيلاتس مؤسس البيلاتس واللي كان عنده بنية ضعيفة وبنفس الوقت كان بيعاني من عدة أمراض إنما قدر يتخطاها عبر تمارين رياضية عدة. بعد فترة بدأ يحضر بروغرام لإعادة تأهيل المصابين خلال الحرب العالمية الأولى بالإضافة لتقنية البيلاتس اللي نحن رح ندرسها بيلاتس مات وورك. بيلاتس مات وورك 34 حركة رح ندرسهم بالإضافة لعدة حركات أساسية تانية. رح ناخد كل حركة بحركتها، رح نحللها ونطبقها ونتعلم شو هدفها، شو فوائدها وشو العضلات اللي بتشغلهم، وبنفس الوقت رح نتعلم كيف نعطي الانستراكشنز الإرشادات والتعليمات لحتى توصل المسج للزبون بطريقة سليمة ويقدر ينفذ التمارين بطريقة صحيحة وما يأذي حاله. رح ناخد كل حركة بحركتها ونتعلم كيف نهونها لحتى تناسب الأشخاص المبتدئين وبنفس الوقت الأشخاص المتوسطين اللياقة البدنية والمتقدمين باللياقة البدنية. رح نتعرف على المبادئ الأساسية للبيلاتس الستة اللي رح يرافقونا خلال الصف وبنفس الوقت لازم يكونوا موجودين خلال كل تمرين عم نعطيه بالإضافة لطريقة التنفس الصحيحة اللي بتناسب كل تمارين لوحده. أوكي، البادي ألايمنت رح نتعرف على الوضعية السليمة للجسم قبل ما نبلش الحركة بالستارتينج بوزيشن وخلال التمرين كمان، وأكيد الوضعية الصحيحة لحياتنا اليومية. Discovering the powerhouse. Powerhouse هو السنتر تبع الجسم، هو اللي بتبلش منه الحركة وبتنتهي، اللي هو مركز الطاقة، مركز القوة، مركز التوازن، وبنفس الوقت علمياً هن عضلات المعدة، عضلات الظهر، عضلات القفص الصدري وعضلات الحوض. Pelvis movement و alignment رح نتعرف على الحوض، على عضلات الحوض، على الوضعية الصحيحة للحوض خلال التمرين وخلال حياتنا اليومية وكيف منعلمها أكيد. كلاس ديزاين من بعد ما نكون أخذنا الحركات ودرسناهن وتمرنا عليهن وطبقناهن رح نصير قادرين أنه نعمل صف ونحط warm up ونرجع التمارين بطريقة متسلسلة وسليمة وصحيحة وآخر شيء cool down. أكيد هيدا مش كل شيء، في مواد كمان ضرورية تانية. وائل؟ غدا، عناصر التاني كمان أكيد لنقدر نحلل الحركة ونحكي عنها بدنا نكون عم ندرس علم التشريح الأناتومي وكيف بيتحرك الجسم لنقدر نشرح الحركات وبنفس الوقت نتعرف على عضلات الظهر لنعرف أي عضلات عم نمرن، كمان لنقدر نحلل بعدين الحركة بقلب البيلاتس إذا ما تعرفنا على الجسم من جوا كيف بدنا نتخيل ونحن عم نعلم الحركة. أكيد رح نحكي عن الأشياء اللي لازم ننتبه لها مشان نتجنب الإصابات. Exercise physiology كمان في الخلايا العضلية وأنواعهم، جهاز العصبي وبنفس الوقت كيف الجسم بيحرق وحدات حرارية energy systems وكيف بنربطهم بالبيلاتس. ولنقدر نحكي عن التنفس خلال البيلاتس لازم نتعرف على respiratory system، جهاز التنفس من شو مكون، الرواية، القلب، الشرايين كلهم كيف بيشتغلوا بالضبط. وأكيد بيسألوكم العالم بعد الصف وقبل الصف نحن شو لازم ناكل، كيف لازم يكون لنكون عندنا صحة كاملة. سهو كمان المعلومات لازم نحكي عنهم لحتى تقدروا تعطوا نصايح للأشخاص اللي بيتمرنوا معكم. جزء من التعليم هو communication skill، فنحن لما نكون عم ندرب الأشخاص عم نعمل communication، فكيف نصلح الحركة، كيف نوصل الرسالة عن بعيد وعن قريب ونصلح للأشخاص ليقدروا يعملوا الحركة صح رح نحكي عنها، وكيف ننظم صف للمجموعة بقلب استوديو لأنه ممكن تكونوا عبتعطوا الحركات one on one لشخص واحد بس كمان ممكن تكونوا بقلب استوديو كيف تستعملوا الصوت، كيف الإشارات لحتى الأشخاص يقدروا يتابعوا معكم. وأكيد لتاخدوا السيرتيفيكيشن بالآخر في معطيات لازم تكونوا خلصينها. نصيحة الأهم أنه قبل ما تدخلوا على دورة البيلاتس سيرتيفيكيشن تكونوا عاملين صفوف قبل، نحن عم نشتغل حتى نعلم كيف تعلموا، فلازم تكونوا فايتين على الدورة محضرين عارفين يعني عاملين صفوف بتعرفوا الحركات، مش الحركات جديدة عليكم بدكم تتعلموا كيف تعلموها. سو هي عنصر أساسي تجربوا عدة صفوف قبل ما تقرروا انه انتوا تبلشوا بالسيرتيفيكيشن. تاني نقطة اكيد حنقلكم كل المعطيات والشرح ورح قلكم كيف منوزعها فعليا. في عندكم بالاول مثل سيلف ستادي بيجيكم رابط لحتى تحضروه على وقتكم وتحضروا وتحفظوا المعلومات العلميه،
بنلتقي لايف على الزوم لحتى نتاكد انه عرفتوا هول المعلومات ونجاوب على الاسئله اللي عندكم ونخبركم كيف تدرسوا ونقول لكم الخطوات اللي جايه لتوصلوا لللايف ان جيم، يعني المرحله اللي بتكونوا عم تعملوا فيه الحركات والتمارين تطبيقيا اوكي مع بعض مع ماستر ترينر غادة اوكي لحتى توصلوا حركه ورا حركه عارفين كيف تطبقوها وكيف تعلموها. اكيد لتقدروا تاخذوا الشهاده بعد ما تخلصوا كل هو في عندكم امتحانين، واحد منهم بيقطع خلال الدوره والثاني باخر الدوره، علامه النجاح هي 70%، وبيرجع في عندكم امتحان التطبيقي اللي هو فعليا تكونوا عم تعلموا صف. لما تخلصون ويكون معكم السي بي ار شهادة الإسعافات الأولية بتاخذوا شهادة من الاس بي اي كسيرتيفايد بيلاتس انستراكتور، وكمان حسب الدولة اللي انتم فيها بيتسجل اسمكم باليورو بريبس وبيجيكم شهادة من اليورو بريبس ليفل 4 سيرتيفايد اس بي اي بيلاتس انستراكتور المستوى الرابع. وتذكروا انه شهادة الاس بي اي كمان ابروفد من الاي سي اس ام للكونتينيوينج ادوكيشن، كمان بتعطي عدد الساعات ابروفد من الاي سي اس ام. اكيد تفاصيل اكثر فينا نقلكم عنها بس تسالوا عن الدوره، بس الاهم من هي انه بس تخلصوا وتتخرجوا غدا شو بيصير معهم؟ رح يصيروا جاهزين يقدروا يعطوا صف متكامل، والاشخاص اللي رح يعملوا معهم رح يشكرون كثير لانه رح يخفوا اوجاع الظهر، رح يحسنوا الليونه، رح يخففوا التشنجات، وبنفس الوقت يقووا المفاصل، بالاضافه للاتصال بين العقل والجسد اللي انه رح يعملوا صف يظهروا منه مرتاحين فكريا وجسديا. فاذا انتم حابين هيدا الشيء وقادرين تشوفوا حالكم كاس بي اي انترناشونال بيلاتس انستراكتور، نحن أكيد ناطرينكم بالدورة. روعة.